السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. هذه هي مقبرة المعلاة التي دفن فيها الكثير من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. هذه المنطقة التي ترونها ولها باب أخضر ونوافذ حديدية خضراء هي المنطقة التي دفنت فيها، يقال دفنت فيها السيدة خديجة بنت خويلد التي لها أثر كبير جدا في دعوة الإسلام وفي تثبيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويقال بأن قبرها الشريف تحت هذه الشجرة التي ترونها، الشجرة التي في أعلى هذه المنطقة بالقرب من الجبل، قبر السيدة خديجة بنت خويلد. هذه المنطقة هي التي دفنت فيها، يقال دفنت فيها السيدة خديجة بنت خويلد، وبالتحديد بشكل أوضح في المنطقة التي فيها تلك الشجرة الخضراء التي في أعلى المكان بالقرب من الجبل. خديجة بنت خويلد التي نسمع عنها في تاريخ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي بشرها جبريل ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب، والتي سلم عليها الله من فوق 7 سماوات. هذه هي مقبرة المعلاة وهذا قبر خديجة بنت خويلد. المسعى الذي نراه الآن، هذا المبنى المستطيل، كان في السابق بيوت الصحابة وبعض أقارب النبي عليه الصلاة والسلام وبعض بني هاشم، وبعض كل باب من هذه الأبواب التي في المسعى، لو إذا دخلت المسعى ستجد مكتوب على رأس الباب اسم من أسماء هؤلاء القوم الذين كانت منازلهم ملاصقة للمسعى، لأن المسعى كان في السابق وفي القديم كان سوق وكان مكان للحياة عادي قبل أن يصبح بهذا الشكل. أيضا أمام هذه البيوت كان يقال أيضا بأنه بيت السيدة خديجة بنت خويلد التي لها دور كبير جدا في نهضة الإسلام والحفاظ على هذه الدعوة التي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام. هنا أيضا عاش النبي، هنا ولد في المكان الميلاد، وهنا تربى، وهنا تزوج وعاش في منزل السيدة خديجة بنت خويلد التي بشرها جبريل ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا وصب.